Hello. ازيكم عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ النهارده احنا هنعمل حاجتين حلوين قوي. اول حاجه معانا دكتور ليلى محمود. ايه؟ نو وان كملي كملي. لا كملي. انتوا يا ولاد تعالوا بسرعه. انا لايف خلاص. استنوا بقى خليني ارسم الرسمه صح. استنوا. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه قوي وهنعمل حاجه لطيفه. الاول هنتكلم على حاجه مهمه في حياتنا كلنا. كلنا عندنا درجات متفاوته من الشيء اللي انا عايزه اتكلم عليه ده. بس ممكن تكوني انت مش واخده بالك انك انت الشيء ده موجود. انا بزعق لاولادي كتير، انا مش طايقه، انا مش مستحمله. طب فكرتي ده اسمه ايه؟ انت فكرتي ده ممكن يكون اسمه ايه؟ طيب جسمي بيوجعني ومكسر ومش قادره ومش قادره استحمل، ورحت للدكاتره وعملت تحاليل وعملت الدنيا كلها، بس يا دوبك اللي شويه فيتامين دي ديفيشنسي، شويه مش عارف ايه، لكن انا لسه تعبانه. طيب انت فكرتي التعب ده ممكن يكون جايلك منين؟ ما هو حاجه مش عضويه خالص. Not physical at all. There is something else. طيب انت فكرتي ممكن يكون ده ايه؟ طيب انا شعري بيقع بطريقه رهيبه. له كذا عامل طبعا، غده درقيه، الميه، اللي بس عملت التحاليل كلها وطلعت كويسه. طب ما هو ده من ايه؟ تفتكري ممكن يكون من ايه؟ حاجات كتيره قوي احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها ممكن توصلنا لحاجات احنا مش عايزينها. موضوعنا النهارده عن الدبرشن، الاكتئاب اللي هو بيعمل ايه؟ انا بسميه the silent killer، القاتل الصامت. انا مهما اتكلمت وقلت اكتئاب وما اعرفش ايه واتكلمت، انا مش اكسبرت، بس انا معايا الاكسبرت دكتور ليلى محمود. دكتور ليلى محمود معانا النهارده علشان هتتكلم عن الدبرشن. وبعد ما تخلص الكلام بتاعها لو في اي حد عايز يسال اي حاجه انا هقرا الاسئله وهقولها لدكتور ليلى، ودكتور ليلى هتتفضل وتجاوبني عليها. وبعد ما دكتور ليلى تخلص نرجع بقى الموجة كوميدي واعمل لكم تونا كيك. دكتور ليلى اتفضلي. اهلا وسهلا، اهلا بيكم في القناه اللي انا حباها جدا جدا جدا، هايس كوكينج، اللي انا فعلا فرحانه بيها قوي. وشيز فيري نايس اند اي نو هيم بيرسونال، شيز فيري نايس بيرسون اند سو موتيفيشنال. اند نتكلم بقى عن موضوع مهم اللي هي قالت عليه، اللي هو السايلنت كير، اللي هو الاكتئاب. يعني ايه اكتئاب؟ لازم اول حاجه قبل ما نتكلم عن الاكتئاب نفرق هل في فرق بين الاكتئاب والحزن العادي؟ يعني اي حزن في الحياه نقدر نسميه اكتئاب؟ لا طبعا. في فرق بين الحزن العادي اللي كلنا ممكن نمر بيه وبين الاكتئاب. الاكتئاب هو ان انا ابتدي احس ان انا مش قادره اقوم بوظايفي اليوميه الحياتيه. يعني انا مش قادره اهتم بولادي، مش قادره اروح شغلي، مش قادره اعمل الحاجات اللي انا كنت بعملها في العادي، او الاشياء اللي حتى كانت بتبسطني كنت ببقى سعيده فيها بقيت احس انها ممله جدا وما بقتش تسعدني، ما بقاش في حاجه خالص تسعدني. يعني ايه اكتئاب؟ الاكتئاب هو مرض نفسي عضوي نتيجه خلل في كيمياء المخ. بعض المواد اللي هي الناقلات الكيميائيه زي السيروتونين اللي هو معروف بهرمون السعاده، السيروتونين والدوبامين والنور ابنفرين، المواد دي بتبقى قليله في المخ فبينتج عنها الشعور بالحزن والاكتئاب طول الوقت. طيب هل معنى ان انا لو انا عندي مشكله وحسيت بالحزن ده هل هو اكتئاب؟ لا. الشعور بالحزن المستمر الدائم معظم الوقت طول الوقت لمده اسبوعين متتاليين او اكتر. تاني حاجه اللي هو ان الشعور باي حاجه ما بقتش تبسطني. يعني الحاجات اللي كانت بتسعدني زمان وتبسطني للاسف لم تعد تشعرني بالسعاده. اضطرابات في الشهيه والنوم، الستات طبعا بيبقى عندهم زياده في الشهيه وزياده في النوم، بس قد يكون زياده في الشهيه او قد يكون نقص في الشهيه، او زياده في النوم او نقص في النوم. بيشمل برضه الاكتئاب الاعراض الاسريه.
تجميل، صداع دائم مستمر، بيبقى عندي اعراض حتى ارتفاع الضغط، وانا بروح للدكتور يقول لي ده ضغط عصبي توتري، فيبقى في اعراض جسمانيه، واروح للدكتور كذا مره يقول لي مفيش حاجه. فدي صاحب طبعا الاكتئاب، نقص فيتامين د، اضطراب في الغده الدرقيه، الانيميا، دي حاجات طبعا بتزود الاكتئاب، وبس هي مش الاسباب الاساسيه للاكتئاب، قد تكون موجوده وقد تكون غير موجوده. فالاكتئاب مرض عضوي نفسي زي انيميا الحديد بالظبط. الحديد عندي ناقص، الشخص عنده انيميا حديد. السيروتونين ناقص، الشخص عنده. فلازم نتعامل مع الاكتئاب وحذر. طبعا اسوء حاجه في الاكتئاب الافكار الانتحاريه وتمني الموت والخوف من الامراض وتوهم المرض، كل دي اعراض الاكتئاب. فلازم اي حد يحس بالاعراض دي لازم يراجع طبيب نفسي. الاكتئاب هو مرض عضوي، مش معنى ان انا حسيت بالاكتئاب معنى كده ان انا مش انسان متدين، او اي شود بول ماي سيلف اب، ان انا اخدع نفسي، او ان ده ضعف الشخصيه. ده مرض زي انيميا الحديد. ينفع انا اقول لواحد عنده انيميا حديد شجع نفسك او شد حيلك؟ لا. خلل كيميائي لازم اصلحه. نفس الحكايه الشعور بالحزن والاكتئاب، اي شخص حاسس مش قادر يمارس حياته اليوميه، اي شخص بيحس بالافكار انتحاريه، او بيحس ان هو مفيش اي حاجه بقت تبسطه، الشعور بالحزن المستمر الدائم لمده اسبوعين او اكتر طول الوقت، لازم يراجع طبيب نفسي. شكرا دكتور ليلى. شكرا دكتور ليلى. دكتور ليلى اتكلمت دلوقتي في اللي هي عايزه تقوله. في حد محتاج يسال حاجه؟ انا منتظر انا ودكتور ليلى. دكتور ليلى بعد اذن حضرتك لو فصل معانا الزوم حضرتك خشي بنفس الكود، لان احنا يعني هو بعت لي مسج ان هو هيفصل. تمام حاضر. هيا يا جماعه حد محتاج يسال دكتور ليلى حاجه قبل ما تمشي، لان هي وراها مواعيد. والتونة. ايوه نخش على التونة. دكتور ليلى دي يعني عايزة اقول لكم انها من اجمل الدكاترة اللي انا تعاملت معها في حياتي، بموت فيها يعني. وانا بالعكس انت من احسن الشخصيات اللي انا تعرفت عليها. ربنا يخليك يا دكتور. دي قناة حلوة جدا جدا جدا. ربنا يخليك. والاكل شكله شهي قوي زيادة عن اللزوم الصراحة. ايوه ايوه. الواحد يخرج من الاكتئاب حقيقي. دكتور ليلى كانت تعرفني قبل ما اتخن، دلوقتي هي ممكن تكون مش عارفاني. لا لا ازاي بقى. طيب عايز. انا شايفه ان محدش بيسال. بونسوار علا خليل، بونسوارين لولا. عايزه تسالي دكتور ليلى حاجه؟ علا، علا خليل، لولو، عايزه تسالي دكتور ليلى حاجه يا لولو؟ ما حدش عايز يسأل حاجة نفسية النهاردة. يس علا عايزة تسأل. ثواني يا دكتور، علا عايزة تسأل. تفضلي يا علا. اتفضل. منتظرين اهو. لا منتظرين ال your question يا لولو. علا we are waiting for your question my dear. انا طبعا خلف الشاشه علشان انا بقرا المسجات. I'm reading the messages. Why depression became so dominant these days. ضغوطات الحياه طبعا، الكورونا، الانسرتينتي والانبريدكتابيليتي، ان انا يعني الشخص دلوقتي بقى بيمر بالكورونا فيروس محدش عارف حاجه عنه خالص، مش عارف امتى هيلاقوا الفاكسين وامتى ان هو هيعلقوا العلاج، محدش عارف طبيعة المرض، هل هو مجرد ان ينتهي وان الاعراض تروح ده معناه انه خلاص، ولا ده معناه انه برضو لسه في حاجة تانية للمرض الواحد يخاف منها، هل في مضاعفات بعد كده. تاني حاجة الايكونومي دروب طبعا، الوضع الاقتصادي، لان الوضع الاقتصادي طبعا في هذه الاوقات بقى سيء جدا، وبالتالي الوضع الاقتصادي وسوق الاقتصاد بتخلي الناس قلقانه، في ناس كتير جدا فقدت شغلها، فبالتالي ده عامل توتر وعامل اكتئاب. الانعزاليه، الناس بقى لها 8 شهور قاعده في بيتها، طبعا الانعزال والقعده في البيت والناس اشخاص ما بقتش عارفه تمارس حياتها اللي كانت بتعملها قبل كده، الاطفال بيبتدوا ياخدوا الدراسه اونلاين، كل دي اسباب زودت الاكتئاب. هم كانوا في سنه 2019
كان امراض القلب هي اكتر الموست ديسيبلنج ديس اوردر، اكتر مرض يؤدي الى الاعاقه في 2019، وكان الاكتئاب نمره 2. ف 2020 قبل الكورونا الاكتئاب بقى نمره 1 والامراض القلب نمره 2. برضو علا بتسأل بتقول stress was always there what happened. ده تقريبا كمال الانسان ما بقاش عنده قدرة على التحمل، الانسان بقى الضغوطات الكتيرة دي بتعمل البرن اوت الاحتراف الداخلي، ان الشخص مش قادر يحتمل. وبعدين الاسترس always there، بس الاسترس دلوقتي مختلف. الكورونا دي never was there، احنا we didn't experience pandemic before، احنا ما مرناش بالبانديميك او الوباء ان يكون وباء يفتح العالم وان احنا نقفل المطارات ونقفل الدنيا لمده 8 شهور، احنا ما مرناش بده. فبالتالي دي تجربه جديده بالنسبه لنا، ونتج عنها انعزاليه، والناس ما بتختلطش حتى باهلها، حتى بابا وماما كسي لا دول كبار في السن انا مش قادر ان انا اختلط بيهم، اخاف اعديهم. الاطفال منعزلين في البيت، ما فيش التمارين ولا الاكتيفيتيز اللي بتتعمل، الحياه بقت رتيبه قوي زياده عن اللزوم، معظم الوقت كلها بتتعمل في البيت. الاب والام بقوا مسؤولين على ان هم يذاكروا لاولادهم بدل المدرسه، في مسؤوليات جديده ظهرت، وفي حاجات كتيره نشاطات كتيره اتحرمنا منها. فبالتالي بقت الحياه شبه ممله، فده طبعا نتج عن الاكتئاب. اوكي، علا بتسال بتقول امتى يعرف المريض انه تعافى؟ المريض بيحس انه تعافى لما يقدر يمارس الانشطه الحياتيه اللي كان بيمارسها قبل كده، سواء شغله، تفاعله مع اسرته، الانشطه الخاصه بيه، الرياضه، يرجع يستمتع بالحاجات اللي كان بيعملها قبل بنفس الطريقه اللي كان بيستمتع بيها قبل الاكتئاب. اوكي، في سؤال تاني من لولو بتقول، مش علا، واحدة تانية اسمها لولو بتقول، بالنسبة للصداع الدبريشن بيجيب صداع؟ كشفت كل التخصصات والصداع مش بيروح. طبعا جدا الاكتئاب بيجيب صداع، انا عندي مرضى ممكن يجوا يشتكوا بس من اضطرابات في الشهية، يجي يشتكي ان هو عنده اضطرابات القولون العصبي وما عندوش اي عرض تاني. في طبعا اللي احنا بنسميها الاعراض الجسمانية او سوماتيك كومبلينز، اللي هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداعى لهم الجسد بالسهر والحمى او الحمى في قراءه ثانيه. فبالتالي طبعا الانسان لما بيبقى مكتئب ومتضايق الجسم بيتفاعل، ده بيتفاعل ده بايه؟ بالصداع، ارتفاع في الضغط، اضطرابات في المعده، تنميل في الجسم، بعض الالام. طبعا دي كلها الاعراض الجسمانيه، والصداع دي حاجه فيري كومن وبيجي ناس كتير بيشتكوا منه، ولما بياخدوا علاج الاكتئاب الصداع بيروح. علا بتقول اشكرك جدا يا دكتور. شرفت بيكم ان انا معاكم. ده شرف لينا احنا يا دكتور والله. الله يخليك. حد تاني المره الجايه نتكلم بقى ازاي نعالج الاكتئاب. اكيد. حد عايز يسال دكتور ليلى حاجه تانية ولا ان هي عشان بس وراها هي معاد؟ ها، طيب خلاص، احنا كده غالبا ما حدش هيسال حاجه تانية. دكتور ليلى thank you so much for your presence with us. بشكرك جدا على وجودك. والله كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاك. لا ده احنا اللي مبسوطين وشرف لينا وفي منتهى السعاده ان حضرتك معانا. ميرسي يا دكتور ليلى. الله يخليك يا حياه. الله يخليك يا حبيبي. شكرا شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. وهيا رجعت لكم تاني ونقول الو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ثواني افتح الفيسبوك عشان اشوف مين بينده عليا واعمل واتش بارتي بالمره. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ثواني ثواني. اوكي، فين الفيسبوك؟ فيسبوك. والله هيا انت جميله. فيسبوك. يلا بعني. عاملين ايه؟ انتوا وحشتوني على فكره. احنا كل اسبوع هنكون مع بعض ان شاء الله هنتكلم على حاجة، وكل اسبوع هيكون معنا اكسبرت هيتكلم عن الشيء ده، مش انا اللي هتكلم عليها. في توبكس كتيرة جدا احنا هنجيب فيهم الاكسبرت يتكلموا. انا مجهزة شوية حاجات، لو في حاجات انتم محتاجين تعرفوا عنها او عايزين فيها illustration او محتاجين اكسبرت يكون موجود معنا، ابعتولي وانا هدور على الاكسبرت وهعمل ريسيرش وهجيبه يبقى حاضر معانا في اللايف ان شاء الله، زي ما دكتور ليلى كانت حاضره معانا في اللايف. الاقي بقى اللايف بتاعي، لقيته اهو.
بالنسبة للطاقية اللي انا لابساها. يختي علي هنا اهو، بس الطاقية مش مظبوطة الا مش مشكلة. ها اوكي تمام. طب اعمل ايه عشان الصداع يروح والضغوط اللي احنا فيها دي صعب ان الواحد يتجاهلها؟ دكتور ليلى مشيت يا لولو، معلش ان شاء الله هتكون يعني هي هتكون معانا تاني، دي مش اول ولا اخر مره. ثانك يو يا لولو. الابرن عاملاها لي البنوته الجميله قوي اللي اسمها، ثواني بس يا جماعه انا بس عايزه احط هذا الكائن اماني علشان اعرف اشوف المسجات والكلام ده. ثانيه واحده، ثانيه واحده. تمام. بصوا مالكوش دعوه بال الانسترومنتس اللي انا عاملاها عشان اثبت الايباد، دي اختراعات منزليه. لطفا لطفا ان تركيش. فين الكومنتس؟ منوره يا يويا، ده انت اللي منوره يا رونا يا روح قلبي. شيماء ورده منوره، انت اللي منوره يا سكر. الابرن لولا علا خليل انا ما كملتش. علا اللي عامله لي الابرن دي بنوته اسمها نونا سرحان. هحط لك اللينك بتاع الجروب بتاعها بعد ما اخلص. هي اصلا ما كانتش بتعمل الحاجات دي، بس انت عارفين قوه اقناعي عامله ازاي. رحت لها وعملت لها باترفلاي ايز. يا لولو ممكن تعملي لي من دي من فضلك يا نونا، انا عايزه مش عارفه انت حاضر يا حاضر. وراحت عاملاها لي دي الابرن. الامبرويدري اللي هو ده مش طباعه، ده امبرويدري عاملاهولي انطوانات. مش قادره اوصف لكم هما الاثنين مكملين بعض ازاي. فظيع فظيع الشغل بتاع انطوانات، كمان يجنن. عامله لي بليس ميت وعامله لي بوكيت للمعالق والحاجات دي، فظيعه فظيعه. لا وايه، عامله لي امبرويدري على قمصان جوزي. مش قولوا انها مفاجأة، اوعى حد يقول عشان دي سبرايز. وبرضه هحط لكم اللينك بتاعها بعد ما اخلص. تمام. القمر بتاعي انت القمر يا نونا، اهي البنوته اللي قايله القمر بتاعي، هي دي البنوته اللي عامله لي الابن الفظيعه دي. شفته انا بقى. لا بصوا كمان فين اهي، هيا هيا ايه رايكم؟ وكمان صح انا لسه اقول لكم، انطوانات كمان بتعمل الماسكس دي اللي هي بتاعت الكورونا، ذا نيو نورمال، بالانيشلز بتاعتك او بالصوره اللي انت عايزاها بالواتس ايفر. لان انا بيجي لي حساسيه من الماسكس الطبيه دي، تبقى حاميه قوي على الوش وبنجي لها بفلوس كتير وتتقطع وتترمي. دي بقى بتقعد معاكي وتغسليها وتختاري الالوان اللي انت عايزاها على حسب اللبس اللي انت عايزاه. تمام. مين تاني؟ اما طنط، ازاي حضرتك يا طنط؟ وحشتيني من يوم الثلاث اللي فات. عامله ايه يا حبيبتي؟ يا رب تكوني اكلتي حنشان يا طنط. قولي لي اعترفي. مين تاني؟ جوجو عمر، هاي يا قمر وحشتينا. انت اللي وحشتينا اكتر يا جوجو. نقعد نرغي شويه لغايه اما بقيه الناس تيجوا، ولا نبتدي في الريسبي بتاعتنا. اولا اولا خليل، روحي نادي على بينا كولادا، روحي جيبيهم. قوم نادي يا سعيدي وابنكوا كيف بورسعيدي. يلا يا علا، يلا يا ماما، روحي بعتي ناديهم يا امي. رونا حسين، هتعملي لنا ايه النهارده يا يوليا؟ النهارده يا استاذه لونا بونبونه، الاول رجليكي عامله ايه دلوقتي؟ طمنيني عليها. ساره سيني، بفرح لما اشوفك والله والله، وانا بفرح اكتر يا ساره لما بشوفك. لما بشوفني، لما بشوفنا مع بعضينا كلنا. يا رونا قولي لي رجليكي عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ احسن؟ رانيا بعد اللايف المره اللي فاتت بسم الله ما شاء الله وقعت من على الكنبه. انا مش هتكلم، انتوا كلموا. واحده نازله مع الكنبه وقع ولفت رجلها بقى ودكتور وبتاع، في حاجه؟ لا مفيش، ماشي معايا. فاطمه الزهراء، انت اللي عسل يا توما، انت اللي عسل يا روح قلبي. اجمل برفانات على فكره بديها من مامازال دي، هي وغزال سعد الاثنين، غزال وفطومه برفاناتهم تحفه. عايزين لينكاتهم قولوا لي احطها لكم برضه. نيره عزام، نانو وحشتيني يا نانو، عامله ايه يا روحي؟
الحمد لله احسن. تمام. انا النهارده هعمل ايه؟ انا النهارده هعمل حاجه لذيذه قوي هتحبوها قوي ومش عارفه هتحبوها ولا لا، بس انا بحبها وبتبقى جميله قوي في العزايم، بتدي منظر شيك كده لما تكوني عامله عزومه سمك ولا حاجه وتحطيها، او مثلا زي من غير عزومه انت قاعده انت يعني في البيت عايزه تعملي حاجه حلوه لجوزك واولادك وبتاع ولنفسك هتعمليها. انا هعمل تونا كيك، savory tuna and salmon cake. savory يعني حادقه. انا مش على فكره الجو حر قوي عندي رغم فتح التكييف مش عارفه، انا مش هخبز حاجه ولا حاجه، انا كل ما في الامر ان انا هعملها. انت وحشتيني اكتر رونا، حسيت فضحتيني وليه ما كناش دي انت عشان انا قلقت عليكي يا رونا ربنا يخليكي يا فتومه. روحوا نادوا على اللي مش موجودين. انا قلت لو انا تروح تنادي وانت يا فاطمه الزهراء شوفي مين مش موجود روحي اندهي له تعالي اوكي انا هعمل تونه تمام. زي ما قلت لكم تونه كيك، هستخدم فيها توست. توست انا شلت الحواف بتاعته عشان بس يبقى ابيض، اللي هو البريد سلايس او واتس ايفر اتس نيم از. انا شلت الحواف بتاعته علشان تبقى بيضه تمام. طب يا هيا الحواف انت هتوديها فين؟ هترميها؟ ما هو مش حرام ان انا ارميها؟ يعني ربنا يزعل مني اروح كده حتت مش كويسه في الاخر. بعمل ايه بقى بحواف التوست؟ بعد ما بقطع صينيه صغنونه اروح مدخلها الفرن 10 دقايق تنشف شويه عشان بس ما ينجلهاش مولد او فانجاي او كده. بدخلها الفرن 10 دقايق كده ولا حاجه بس عشان تنشف شويه، وبعد كده اي وقت اكون فاتحه الفرن بطبخ فيه اروح حاطه فيه صينيه يتقرمش شويه واروح مطلعه واسيبه ينشف خالص واحطه في كيس واروح مكسرات مكسرات كويس قوي وبعدين اضربه في البروسيسر بقى عندي بقسماط. حلو صح؟ تمام. يبقى انا بستخدم ايه؟ ايه يا احمد ما شاء الله اماريه، انت الاماريه يا ايه، ميرسي يا روحي. من تاني يا ولاد من تاني. دعاء حسين از واتشنج، والله وحشتيني يا دعاء، تصدقي بقى؟ تصدقي بقى انك وحشتيني؟ وحشتيني قد الدنيا كلها. بصوا بقى انا بستخدم زي ما قلت لكم ده تمام، وبستخدم لايت مايونيز. هو طبعا حطي المايونيز اللي انت حباه بس انا بستخدم لايت مايونيز تمام. بستخدم فلفل احمر يا رب يكون باين، بستخدم فلفل اخضر يعني فلفل الوان، حابه تحط طبعا التونه اكيد طبعا بس بكون مصفيها من الزيت. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا ما بحبش اجيب التونه اللي في البراين، ليه؟ بحس انها زفره مهما تتعمل بحطي عليها واتس ايفر هتبقى زفره. انا بجيب التونه اللي في الزيت وبفضي منها الـ 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 الزيت بتاعها وبعمله بالشوكه كده كويس قوي في المصفى وخلاص، على كده بيبقى حلو قوي تمام وبيبقى طعمه احلى بصراحه. فقلنا تونه، فلفل الوان، زيتون اخضر، زيتون اسود تمام، ملح وفلفل، نعناع ناشف، نعناع فريش، وصما انا مجهزاها مقطعاه، وطبعا لبنه اللي هعمل بيها كانها دي كريم شانتي اللي فوق ال الكيكه تمام. فين الشمع اهي وانا برضه اطبخ من غيرها؟ تفتكري يعني اطبخ من غير الشمع؟ اهي هي مش باينه. ادي الشمع، ادي الشمع. مين اللي كان بيقول حاجه كده فل شمع مش عارف مين مش عارفه حاجه كده، كان اكسبريشن الناس بتقوله كتير. بس انت القمر يا دعاء وحشتيني وحشتيني فوق ما تتخيلي قد ايه بجد. يعني انت يعني عارفه اللي هو ايه، هيجي لي زعبله نفسي اشوف الناس كلها الحقيقه وحشتني جدا. اوكي تمام، ما حدش سال حاجه. طيب اوكي انا قلت لكم كل الانجريدينتس تمام، نبتدي بقى نعمل الشغل بتاعنا. اول حاجه هنخلط الحاجات بتاعتنا. عايزه تحطي بصل اخضر حطي، بس انا ما بحبش احط عشان الريحه. بس لو حطيتي معاها بصل اخضر يبقى طعمها حلو قوي على فكره، يبقى طعمها فعلا يجنن. بس انا ما بحبش احط عشان الريحه بقى ريحه السنان والبق وكده عشان محدش يفطس من الاهالي اللي عندنا. ايوه نبتدي بقى ايه؟
نخلط الدنيا كلها مع بعضها. هتقولوا لي يا هيا ايه الباول الجميل الفاضي ده وليه مغطيه يا ترى؟ اقول لكم ان انا زي ما انتوا عارفين انا عندي او سي دي، فاللي هو الباول لو مش متغطي بحس انه مش نظيف فلازم اغطيه. طب المعالق مش متغطيه يا هيا، انا لسه جايباهم حالا، لسه طالعه من المطبخ حالا، دي حاجات اللي مجهزه من قبل كده. اوكي يسلم لي قلبك يا قمر، تسلمي لي يا غزوله يا روح قلبي. ايوه فل شمع منوره. عمرو اديب، عمرو اديب، علا صلاح الدين، يا لولو انت اللي منوره يا لولو، وحشتيني وحشني الاطفال النونو، عبد الله ومصطفى البيبي. حد يغششني اللي في النص، حسين شاطي، عبد الله وحسين ومصطفى افتكرتهم اهو. انا جيت شاي مشمشتي، مشمشتي النونو، وحشتيني يا روحي. ايه تاني؟ مين كان بيقول لي حاجه وانا نطيت؟ انا جيت شيماء فهيم، مشمشتي روح قلبي. اه غزوله بتقول لي يسلم لي قلبك يا قمر، تسلمي لي انت يا غزوله. غزوله دي غزال، هي اللي بقول لكم عليها ان انا هي وفاطوم بجيب منهم البرفانات. غزول دايما لما كانت تكلمني تبعت لي مسج او حاجه بحس ان التليفون بيضحك. النهارده امبارح غزول بعت لي مسج، كانت زعلانه جدا 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 وما فهمتش فيها ايه، وانا زعلانه عليها وقلقانه عليها حقيقي. احنا برضو لازم نغسل الحاجه تاني قبل ما نستعملها. ايوه بالظبط كده يا ساره، لازم تتغسل 100 مره. ومين كمان جه؟ حنين نحر تيجك، ازيك يا حنونه. وياسمين ابو زهره حضرت لمكتب الناظر، ياسمين قوموا نادي على الباقي، يلا يلا روحوا نادي. فين رندا؟ رندا 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 فينها؟ شيرين شيرين، مين مين تاني؟ طيب انت اللي قمر يا حنونه، انت اللي قمر. نبتدي بقى ايه، نخلط الدنيا مع بعضها. تمام نشيل بقى البلاستيك، مع السلامه. بدرس عربي، يا عيني عليكي يا نونة، يا عيني عليكي، يعني ما تلاقيش غير العربي اللي تطلعي لي بيه. اه يا حنين، اه يا حنين، اعمل فيك ايه؟ فين الباسكت الصغنن؟ ايه دي الباسكت الصغنن بتاعنا؟ هنحط بقى التونة، تمام؟ هناكل ايه؟ هناكل savory tuna and salmon cake. طبعا انا عصرة شوية ليمونة على التونة علشان ما تبقاش ذكرى، بس هي نظيفة، انا بحب قوي النوع ده، ريو ماري ما بجيبش غيره، حلو بصراحة. فين ال تايمينج؟ حياتي كلها بينك، الأسبوع الجاي هيبقى يوم بينك عالمي إن شاء الله. هحط التونة بونبونة. أنهي مزهرية؟ أنهي مزهرية يا ست؟ يا شيماء يا شيماء مزمزة. لا لا يا شيرين طبعا نانشي اللي انتوا عارفينها كلكم لما بتسمعني بعمل كده اللي هو تروح بسالي كده فوق تحت ياي. نعم يا ياسمينة اؤمريني يا روحي. سامعاك يا مينا. شيماء بتضحكي يا شيماء، اضحكي. وشيماء التانية كمان بتضحكي يا شيمو، اضحكي. ربنا يجعلني دايما سبب لضحك وفرحة الناس كلها، دي أكتر دعوة بحب أدعيها جدا. ربنا يجعلني سبب للناس إنها تكون بتضحك ومبسوطة بجد والله، على الرغم إن كل جراح. فين؟ ياسمين أبو زهرة أنت معلقاني. بقول لك يا مزه اتفضلي يا ياسمين استنياك. ها يلا اسمع 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 حاضر. ياسمين ابو زهره، ياسمين ابو زهره، ياسمين ابو زهره، على الطالبه ياسمين ابو زهره الحضور الى مكتب الناظر حالا. صوتك ينفع تعملي افلام كرتون؟ انا عارف انا ذات نفسي فيلم كرتون. انا ذات نفسي اساسا فيلم كرتون، انا جوايا اساسا انا كتيره كده وعمري كبير وبتاع، بس انا جوايا طفله صغنونه بتحب تلعب جدا.
وات ها ها اسمين في اسمي في اسمي وات ها ها ازاي يعني معلنا ياسمين غالبا بتذاكر مع حد من الولاد وكتبت حاجه غلط هترد عليه دلوقتي ايوه بقول لكم انا جوايا طفله صغيره ما بحبش بابايا الله يرحمه ويحسن اليه كان كده لغايه اما اتوفى الله يرحمه كان الدنيا كلها ضحك يحب يضحك وهذا يبقى فيه هموم الدنيا بس حبيبي الضحك ما تفرقش وشه فانا واخده منه الطبع ده حتى لو في هموم الدنيا او مشاكل او متضايقه او لا ما احب الضحك واحب الفرفشه بس مش هقول حاجه معايا الفيديو الكواليتي بتاعته وحشه ما اعرفش ليه انا زعلانه قوي منى منصور يا هلا والله بهالطله ازيك يا منمن عامله ايه يا روحي البنت منى منصور دي على فكره بتعمل حاجات حلوه قوي بتعمل حمام وبتعمل بط وبتعمل فراخ وبتعمل ورق عنب وبتعمل كرنب وبتعمل اسمه ايه ده الممبار هي بنوته شاطره جدا وبهارات ومكسرات برضو على فكره بتعمل حاجات برضو اكل الله يرحمه امين يا ياسمين امين يا رب العالمين طيب نبتدي بقى نخش بقى ايه التوم هنحط بقى المايونيز تمام انت طبعا فيكي تستخدمي الكميه اللي انت حباها عايزه كتير عايزه قليل عايزه وسط زي ما انت عايزه تمام ادي المايونيز وبعدين هنحط الفلفل القلوي امين يا رب العالمين ويرحم باباكي يا منى الفلفل الالوان اللي هيا قعدت تحضره قبل ما ايه اجي لكم لايف حد سال حاجه حد قال حاجه حد عايز مني حاجه ربنا يخليك يا دودو دودو العدوي معانا هلو يا دودو ازاي دودو العدوي دي انا عمري ما اتعاملت معاها ولا اعرفها بس دايما بسمع عنها سمع خير انها بنوته جميله جدا وبتحب تساعد الناس قوي و تقريبا برضه بتعمل طبخات او كده والله ما اعرف بس انا دايما بسمع عنها سمع خير شرفت يا دودو شرفت يا دودو قولوا لي بتعمل ايه حد يغششني بليز ربنا يخليك يا دودو اول مره تشوف لك لايف مين اول مره تشوف لك لايف حبيتك قوي مالحه جدا ربنا يخليك يا دودو يا جميله ربنا ما يحرمنيش منك ولا من ذوقك خلاص غششوني شرف ليه طب بتعملي ايه بس انا مش عارفه عشان اقول والنبي حد يغششني بصوا بقى قلبنا هذا ومستنيه تقولوا ايه دودو بتعمل ايه بص شوف دودو بتعمل ايه تمام هنحط بقى الفلفل الاخضر الجميل والله حاسه كده ان انا يعني فعلا بقدم برنامج بتاعي بس بقدم انا ماليش دعوه الزيتون الاخضر انا بقى مش قادره اوصف لكم القطط بتاعتي لما بتشوفني بقطع زيتون الاسود ياه ده انا النهارده اكلاته حلويات قالت ايه دودو العدوي قالت اكلاته حلويات انا سمعت عنها سمع خير والناس كلها بصراحه بتشكر فيها وفي اخلاقها مش هقدر اقول اكتر من كده وبيقولوا ان حاجتها حلوه بس انا مش عارفه كانت حاجتها ايه والله بس طلعت اكلاته حلويات يعني انا مليان لكم الجروب النهارده حمام وممبار بقى والحاجات اللي الناس كلها بتحبها والحلويات والدين وادي تمام القطط بتاعتي بقى حبايب قلب ماما اول ما بيشوفوني بقطع زيتون اسود بتبقى خناقه ويشموا ريحته ويقعدوا يبصوا لي ويبصوا لي باستصعاب وبغلب وبنونوه اروح مقطعه لهم وحاطه لهم رغم ان الدكتور قال لي مش كويس عشان الزيتون الاسود بس يعني انا مش قادره اوصف لكم بيصعبوا عليا وتلاقيهم بقى بيجروا على بعض ده ياخد من دي ودي تاخد من ده حاجه كده يعني فيلم كوميدي موجه كوميدي نحط بقى الزيتون الاسود محور الحديث اهو تمام الناس اللي جم جديد عليا في اللايف انا مش برمي في الارض انا في باسكت صغنن من تحت بس كده خلاص ونحط الزيتون الاخضر اهو وعلى فكره الاكله سهله قوي انزل بابا ليه ماسك في نفسك كده انزل بابا ليه شايل في نفسك
اكله سهله ودمها خفيف قوي، ودايما كنت بعملها في العزايم كانت الناس واو ايه ده يا هايا وبتاع، ما يعرفوش قد ايه هي سهله. لا بس طبعا انا بقول انا عمري في حياتي ما خبيت عن حد رسم. رندا يا رندا يا رندا وحشتيني ماي باترفلاي هيو يا انتي اللي روح قلبي وحشتيني يا كميه القلوب اللي انتي بعتيها لي رندا ماي باترفلاي. مين تاني دينا الشابة ازيك يا دودو عاملة ايه يا روحي؟ طبعا دينا الشابة كل مرة بتكلم عليها برضو نفس القطعية بتاعت البنات اللي فاتوا حمام ومنبر ومش عارف مين وفواكه بقى من مصر اديله ادي. فريدة فين؟ لا فريدة لو طلعت دلوقتي هتسيح صدقيني صدقيني يا سارة. فريدة لو جت معانا دلوقتي ان شاء الله بجد بجد مش ههزر مش بهزر اللي ما في كوباية من كتر الخجل. خلاص لابونيتا حلو قوي الاسم ده. لا هاي لابونيتا. وبعدين لا عشان بس المريضه الشيك بتاعتي ما توسخش اروح انا الناحيه الثانيه دي هنحط انا عامله شويه ملح وفلفل. اللي مش عايز احط ما يحطش عادي مفيش مشاكل بس انا بحب احطهم علشان الزفاره تمام. اوكي ايه تاني؟ ها؟ شيماء ده ايه؟ ايه اللي انت بعتيه ده يا شيماء؟ هل هو تعويذة؟ نززززز ايه اللي نززززز ده بقى؟ ممكن اعرف؟ نور جنبي يا يو يا يو بتبعت لي بوسه؟ ابعت لها 100,000 بوسه وحضن تفعيص وقول لها وحشتني جدا هي وملك وهتجنن عليهم وحشوني قد الدنيا كلها. فريده نور وملك هاي قولي لهم وحشتونا. جامده بس هم وحشوني جدا على فكره جدا وانت يا مشمش وحشتيني قوي. شايفاني يا نور ايه رايك؟ ايه رايك فيا؟ وعايزه تشوف فرفوره انسي يا عنيا. فرفوره دلوقتي لو طلعت ان شاء الله انسي والله العظيم لو طلعت دلوقتي هفكها هحطها في كوبايات من كتر الخجل انها مش مستعده خالص هي. المره الجايه هخليها تستعد واطلعها لكم. فريده افتحي الباب روحها هفطس تشتغل شويه مع خفيفه خلاص. نفسي ابقى جديه شويه كده واعمل بجد برنامج طبيخ اللي هو ما اقعد شري واضحك واتكلم وبتاع بس انا معرفش انا كده بتقول لك وحشتني اكلك والله وانت كمان وحشتيني قوي واكلي بيدور عليكي بينده عليكي فاكرين سليب اوفر؟ ياه انا عمري ما هنسى اليوم ده. وساره بنت راندا القط ما لقاش غيرها وفضل طول الليل قارف فيها وهي يعني تروح واخداه محطاه جنب الميه يشرب ترجع تنام تلاقيه وراها تاخده تحطه جنب الاكل يشرب تلاقيه رجع وراها كوميديا يعني مش عايزه اقول لكم. فاكره يا رندا؟ فاكره؟ خلاص احنا بقى ايه خلطنا ال هذا المخلوط اللوزعي وهنجيب بقى البليت اللي هنوضب فيه البتاع ده التونه كده. طبعا انت ممكن توضبيها بالطريقه اللي انت عايزاها ممكن تعمليها مدوره ممكن تعمليها في صينيه عادي جدا مفيهاش مشاكل. ممكن تعمليها في حاجه كده انا النهارده قلت هعملها في حاجه كده بس يا رب ما تحرجنيش وتقع. ممكن تعمليها في بايركس ولا انت عايزه تعمليها في ايه اعمليها تمام. اي كومنت ما تنسيش نور بتقول لك عمري ما هنسى حاضر المره الجايه خليها تستعد وتطلع معايا خلاص. نبتدي بقى نوضب الخبز. وايه ناخد شويه من الخلطه الجميله بتاعتنا دي نحطها على الخبز.
ممكن اعرف ايه مكونات المخلوط؟ عيوني يا ريحان. بصي يا ستي، جبنه تونه متصفيه من الزيت ومعصور عليها ليمونه، مايونيز، ملح وفلفل، فلفل الوان، زيتون اخضر، زيتون اسود، و انا قلت التونه، قلت مايونيز صح؟ تونه مايونيز ملح وفلفل وزيتون وفلفل اخضر وفلفل الوان. انت عايزه تحطي بصل تحطي بصل اخضر تحطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. انا عن نفسي ما بحطش بصل اخضر. واوعي تحطي طماطم، الطماطم هتزفر التونه. اديني بقول لكم طماطم وتونه ومايونيز قلب بيت بايظ على طول. من فضلكم ما تحطوش طماطم مع التونه. خلاص. مروه عبيد منوره يا حبيبتي. يا مروه، مروه دي احنا كنا اصحاب من ايام البامبرز. وحشتيني يا مرموره، عامله ايه يا روحي؟ وهيثم عامل ايه؟ وطنط وبابا وماما وخالته وعمو وتيتا وتيتا. سلمي لي قوي على طنط وهيثم وبوسي لي ولادك. في حد سأل على حاجه؟ قلب بيض بالظبط كده يا مشمش، بالظبط كده. يعني انا ما الحقيقه كان نفسي اقولها بس اتكسفت، خوفت احسن حد يفهمها غلط. خلاص هنحط بقى ايه؟ خلطه التونه اللوزعيه الفظيعه كده اهو على التوست. نملاه، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نملاه كله علشان ما نسيبش فيه فراغات. وزي ما قلت لكم ممكن تحطوه في طبق مدور، في طبق بيضاوي، في بايركس، في صينيه، زي ما انتوا عايزين. انا النهارده قلت اعمل حاجه جديده. يا رب ما تكسفنيش تاني بقولها اهو. هنشتغل بقى، هنشتغل. وقع اهو منه شويه. تعالى بابا. حد سأل حاجة؟ حد عايز مني حاجة؟ حد سأل حاجة؟ طيب جزر ممكن؟ والله أنا ما جربتهاش بجزر، بس أنتِ بتحبي الجزر حطيها، الجزر بيقوي النظر. حطي جزر. أنا ما جربتهاش بجزر فما أقدرش أفتي. تمام؟ نحط بقى السكند لاير. دينا قادر. يا دندونة وحشتيني. أخيراً يا دينا. أخيراً. ياه ده انت اللي مدوره الدنيا كلها يا دينا. بقالي قد ايه بندح عليكي بنادم بنادم، في ايه يا دينا؟ وسهى عبد الواحد دخلت مش عارفه واتشنج ولا مش واتشنج، وانا منتظرك وهوريك يا سهى هعضك من مناخيري بس كده. وجيجي ما جاتش يا دينا، روحي قولي لجيجي هيا بتقولك انت فين؟ هعضها حبيبتي يا لولو. حطينا الطبقه الثانيه، نحط بقى من هذا تاني. طبعا انت ممكن تعملي طبقات زي ما انت عايزه، انا بس عشان ما اخدش من وقتكم كتير وتزهقوا مني عملتها ثلاث طبقات بس. انا لو عليا اعملها لكم هرم قد كده نقعد نرغي لغايه الصبح. خلاص؟ حد عايز حاجه؟ حاضر يا اختي. حضر لك الخليجاتي، حضر لك الخليجاتي. اه لا انت يو ده انا ما عملتش واتش بارتي، ده انا كان نفسي اعمل واتش بارتي عندي في الصفحه بتاعتي عشان قرايبي يشوفوني. خلاص المره الجايه اعمل لهم بقى شير لللايف. حد عايز حاجه؟ لا. لو حد عايز حاجه قولوا لي. ايه؟ انا عملت طبقات صغننه قوي ليه كده غير؟ ما عنديش حد يجيب لي عيش تاني، العيش بعيد عني كده مش مشكله. حطينا الطبقه التانية. خلاص القطط طبعا انا حبساهم في الاوضه هيفتصوا ويطلعوا، وعاملين يخربشوا على الباب هيفتصوا ويطلعوا. طبعا تونه وبتاع عايزين يلعبوا، فانا طبعا حبساهم علشان ايه ما تحصلش مشاكل تونويه. نحط الطبقه الاخرانيه. تمام خلاص احنا كده خلصنا الطبقات الاموره بتاعتنا. فاضل شويه تونه نخليهم ايه يعملوا حاجه تانيه بعدين.
تمام. اوكي نيجي بقى للبنة نشوف هنعمل فيها ايه. دي لبنة تركي، احسن لبنة بصراحة بحبها اللي هي اللبنة التركي بتاع كنار. موجودة في كل حتة، انا بس بقول هي لبنة تركي يعني، بس انا بحبها لان هي لمززة ولا ماسكة بعضها ولا لوزي زي الجالي. مظبوطة قوامها مظبوط جدا. نبتدي بقى نقول ايه؟ يا رب يا رب متقعش معايا. يويا انا عايزة اشوف القطر مع التونة واللبنة. طب استني اخلص التونة واللبنة واجيبهم. ما انت عارفة سيمبا، بس انا جبت له كاندي بقى، كاندي بقى ايه شبه كوكو بتاعت شيرين. هنحط بقى اللبنة بس باحتياط باحتياط قوي علشان البتاع ما يتهدش علينا الكيكة الحلوة بتاعتنا. حطي ولا يهمك، حطي وغرقي كده ولا يهمك ولا يهمك. احنا مسمينها تونه كيك ليه؟ او مسمينها كيك ليه؟ لان احنا بنعملها على هيئه كيكه، كانها فعلا كيكه وبتتوضب كانها كيكه. ننزل بقى اللبنه على الجناب كاني بعمل كريم شانتي. حد عايز يسال حاجه؟ رانيا رشدي ازيك يا لونا بونبونه، عامله ايه روحي؟ وحشتيني يا لونا. لو في حتة مش مغطية باللبنة قولي، انا مش شايفة الناحية دي. انتي اللي حبيبتي يا لونا، انتي اللي حبيبتي. وحشتيني لونا، دي بنوتة راقية قوي 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 قوي، تربية فرنسية كده. هي مدرستك اسمها ايه؟ بنسى، انا بنسى اسم المدرسة تقريبا. دينا ادري كانت معاكي في نفس المدرسة. انتيت انا بنسيك. بيقولي لي اسمها ايه؟ لو اللبنة مش مغطية كله قولولي. نمحر كويس قوي ونمعجن علشان البياض يطلع سليم. ايه حد شايف حاجة؟ حد شايف حاجة؟ طيب ماشي. وانا حرانة كده ليه؟ ايوة سان جون انتيبو ان فرنسي. سان جون سان جون انتيبو في سبتايتلز للايه؟ سبستيوشنز للبنة. لا انا بعملها باللبنة. حد عنده الرجي عندكم؟ انتي ممكن تحطي مايونيز لو عايزه بس هيبقى تقيل قوي، بس انا دايما بعملها باللبنه كانها كريم شانتيه. سان جون انتيت بسبستيوشن للبنه. نو مش هتنفع. النبي انتي بسكر. احنا في معانا بويس في الجروب. لو في بويس البوزه دي لصاحبتي رانيا، خدوا بالك خدوا بالك. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek gününü sensiz kadere. يا ريت ريفور اعمل ايه طيب؟
Çok şükür, binme şükür seni bana verene. Yazmasın tek gününü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizlerin geldi sevene. Çok şükür, binme şükür seni bana verene. Yazmasın tek gününü sensiz kadere. Ellerimiz bir. طب جميلة الأغنية دي. الأغنية دي بتقول إيه؟ نحمد ربنا تشوك شكر بين شكر. يعني أنا بحمد ربنا ألف مرة إن هو إداك ليا. ماشي؟ مكتوبين لبعض في الجنة وهنعيش مع بعض العمر كله. الأغنية دي يعني addressed to صاحب القلب ده. ملهاش غير صاحب واحد. القلب التاني ملهوش غير صاحب واحد اللي هو الأغنية دي addressed لي. طبعا انتوا فهمتوا انا حاطة الأغنية دي مين عشان ما اقول. ياسمين بترقص اديله. اوبا الرومانسيه عارفاني يا رندا الرومانسيه بتعمل طول عمري رومانسيه رومانسيه السنين. خلاص احنا كده ايه عملنا الكريم شانتيه بتاعنا تمام. رتبكم تمام بالتركي يلا مش مشكله حطوا شباكم. نحاول بقى على قد ما نقدر ان احنا نخليها سمود وجميله علشان تبان انها حاجه شيك. ايوه يا سار ايوه يا سار قلوبوا حركات. خلاص بص بقى خليني انضفها الاول. بقى تعملي ديكوريشن في الجنب تحطي حاجه تعملي حاجه زي ما انت عايزه. تعملي فيلينج لل اللي هو البايب ده اللي هو بتاع الكريم شانتيه اللي تحطي اللبنه فيه وتعمليه كانه وردات او حاجه برده براحتك زي ما انت عايزه. خلاص بعد كده نبتدي بقى نعمل الديكوريشن بتاعنا. انا هنا اهو. جيجي حبيبتي اتاخرتي يا جيجي اتاخرتي. انا بعتلك مرسال الحب يناديكي انتي اتاخرتي عليا جيجي. انتي اللي زي القمر يا جيجيكتي يا روح قلبي اللي وحشاني قد الدنيا كلها. والله العظيم صحابي كلهم وحشاني بسبب هندامك مش عارفه اقول لكم ايه صراحه. قلنا اللي في مصر وحشنا علشان ما بننزلش. طب وليه انا وليه ما بنشوفهمش بره. يا اختي يا اختي لا تأسفيني يا روحي. مرسال الحب وصلها. شاطره يا دودو شاطره يا دودو. والنبي غلبانه يا دينا دي جميله.
سؤال. حاضرين يا شباب؟ حاضرين يا بنات؟ ممكن تعملي ديكوريشن من فوق بالطماطم عشان اللي بيحب الطماطم ما يزعلش منها، يحط اللي هي الطماطم ال اجيلك في الشتاء. ايه ده، انا من ساعه ما بابي الله يرحمه توفى وانا ما بنزلش مصر، اجي اعمل انا ايه في الشتاء؟ قاعده انا في البيت قاعده، والله نفسي عشان مش نفسي والله. اللي بقى بيحب البتاع ده، هو اللي بيحب الطماطم ممكن تعملي بيها ديكوريشن، تجيبي الطماطم النونو اللي هي التشيري توميتو وتعملي بيها ديكوريشن، تعملي بيها كانها مثلا بتاع ده اهو. مش كنتي قلتي لي على الوصفه دي لما كان عندي عزومه سمك؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ وكل البنات اه والله اه والله منار طه حبيبتي منوره، ولا ازيك يا منوره؟ عامله ايه حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ كويسه؟ والله كلكم وحشتوني، نفسي نتجمع زي زمان. انت اللي قمر يا منوره، ربنا يخليكي من اخلاقك وذوقك كلهم. اه يعني مش عارفه اقول لكم ايه، قد ايه وحشتوني. شكلها حلو ولا ايه؟ انا مش شايفه لسه لغايه دلوقتي، لسه هعمل ديكوريشن فوق، اصبروا عليا. شكلها جميل ما شاء الله. ميرسي يا رونا، ميرسي يا رونا، تقولوا كده بتحس بيا قبل ما اسال السؤال، بتجم يا بنتي. زي ما قلت لكم عشان الناس اللي ما كانوش حابين معانا اللايف في الاول، احنا كان معانا النهارده دكتوره ليلى. انتي اللي منوره والله يا لولو، انتي اللي منوره يا منوره. كان معانا دكتوره ليلى سايكياتريك، واتكلمنا شويه عن الاكتئاب، وهتكون معانا تاني. وانا زي ما قلت لكم كل اسبوع هيكون في حد. ميرسي يا لولو، ميرسي يا لولو، بجد انا مش بحب. شكرا 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 يا زهره. زي ما قلت لكم كل اسبوع هيكون معانا اكسبرت هيتكلم عن حاجه معينه في كل المجالات، في كل المجالات اللي تخصنا، مش بقى المجالات اللي تخص المراه، لا المجالات اللي تخصنا كلنا في حياتنا ان جنرال، مراه رجل طفل كل حاجه. ف لو في حد عايز حاجه معينه يتكلم فيها او معلومه معينه ياكدها او محتاجين اكسبرت معين يكون معانا، بس بلغوني، ابعتوا لي بلغوني وانا هجيب لكم الاكسبرت ده. هعمل الاول طبعا ريسيرش وهجيب لكم الاكسبرت اللي هيتكلم في الموضوع ده، تمام؟ واللي لسه داخلين معايا اللايف دلوقتي هرجع اقول تاني، انا حتى باسكت صغير تحت، انا ما برميش الارض معايا. شكلها تقصد نوحة. ميرسي يا نونو، نوحة دي اختي نونو اصغر مني بسنة. ها عارفة لو فتحتي بوك ولا كتبتي كلمة وقعتك بيضة يا نوحة. ايه دي يعني؟ ايه ده؟ بس مش هجاوب. بس مش هجاوب، عاملة زي كده تروث اور دير، فاكراها مش سكوتش يا ماشي، مش بقى سكوتش. خلاص نيجي بقى ايه للزغلول الكبير، نحط في النص هذه القمره دي، وبعدين بقى نيجي لمين؟ للصماء. طبعا ده انا سايباه اخر حاجه عشان ايديا هتبقى الكوانتي هيبقى زفر، فهضطر ان انا بعد كده ارميه في الحرق. ايوه اضحكي يا مشمش، اضحكي اضحكي على فكره. نعمل بقى الصمام وردات. انا مقطعه الصمام شرايح، تمام؟ شرايح عريضه الى حد ما. طبعا انا بغسل شويه عريض شويه رفيع، بس انا بنص اتنين وبلفها زي الورده. انا بحبك اكتر يا نونو. ايوه كده، اوعي اوعي تقولي اصغر مني كام سنه، اوعي. بلفها كانها وردة. على فكرة برضو ممكن تعمليها بالطريقة اللي انت عايزاها، عايزة تلفيها وردة، عايزة تعمليها كورة، عايزة تحطيها شرايح، اللي انت نفسك تعمليه، انت
والديكوريشن بتاعتك على حسب مزاجك يعني. انا كنت بتكلم على حاجه كنت بقول لكم على الطماطم، انتوا ممكن تعملوا الطماطم اللي هي تشيري توميتو كانها اللي هي الليدي باد او اللي بيقول عليها ليدي بيرد، وتحطيها والاجنحه بتاعتها تبقى النعناع، هتبقى دمها خفيف قوي. انا مش قادره اشوف بقى، مش قادره ادوس على الايباد اشوف كومنتس لان خلاص ايديا بقت الجوانت بقى في صمم 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 فيه. انا بحترم الصمم في 100 انا بحبه جدا جدا، مامي بتحبه جدا الحقيقه، بابي الله يرحمه كان كمان بيحبه، كان راسك لا بتحب الصمم فيه. اللي عايز مني حاجه يبعتها لان انا مش عارف ارد يعني مش عارف ادوس، ف لو لحقت اقطع اقطع. منوره ربنا يخليكي لبيرو ابراهيم، انت اللي منوره. وانا انا بقى ما لحقتش، انت يعني مش ما لحقتش اشوفه ايه ده، مش نجيبه. ايه رايكم بقى؟ انا كنت نفسي انا كان نفسي يكون معايا شويه زيتون في الرمانين كده احطهم تكمله الديكوريشن، بس نسيت اتلخبطت. تعالى يوم اللاست ده ببقى تعبانه قوي، المكار والبافير والمش عارف ايه كلهم بيكون عايز ببقى تعبانه تعبانه. صدقتوني لو هتفتكروا ان انا هسيب الوردات كده قرعة الوردات هتحط لها دلوقتي حالا جناحة جناحة جناحة. طبعا انت نفسك تقولوا لي خلصي يا غاية كفاية لف في السماء، انا بحاول اكون معاكم اطول وقت ممكن. مين بيت رباب؟ رباب جد؟ رباب جد في اخر لفة؟ ايه يا بوبو؟ اسمع عليك يا رباب، شلون تشعيني كده يا رباب؟ حكى على ايه رندا؟ انتوا بتضحكوا على ايه من ورايا؟ انا مش عارفه اشوف والله، ده بص مصباعي مش عارفه. بتضحكوا على ايه من ورايا؟ متاخره ليه؟ ايوه متاخره ليه يا ربروم؟ ليه؟ ولا يهمك يا ربروبة، المهم انك انت جيتي يا روح قلبي. في ميويا في ميويا سعيكو. كانت بتذاكر لحمزة اكيد او نايا اكيد. نايا بونبونيه دلوقتي ايه؟ انا بعمل النهارده يا ربوبة savory تونا and salmon cake. انا كده خلصت الصمام وهشيل هذه الجوانتيات علشان رائحه الصمام العبقريه. يا حبيبتي جوتي يا ربوبة، طب تعالي عادي عليها خديها، ايه رايك تيجي تعدي عليها خديها دلوقتي؟ بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الجناحات او ورق الشجر بتاع كده، نحاول نخليه كده احنا قصقصه كده، نحاول انا مش عايزين النهارده ده يجي دلوقتي. تعالوا خدوا بس تعالوا، وحشتوني. ده كان في جرايد من ورايا يا ياسمين يا ابو زهرة. اوكي ما لازم تبقى من ورايا عشان انا بخرج شغل عندي مش مشكله. مره كنت ايام الولاد كان تعالي يا اختي تعالي مش تعالي، ايام ما كانت فريده عندها امتحانات وبتاع وكنت بوديها المدرسه واستنى لغايه اما اجيبها. ما اتغديت اليوم، طب والله لا تيجي تاخديها يا ربوبه، تعالي عادي عليا خديها. المهم فانا ايه كنت بتفق مع جيجي صاحبتي ان احنا نروح نقعد في بتاع ده هو الكافيه اللي في القصبه، واحنا قاعدين كده ولا بينا ولا علينا هوب لقيت رباب وياسمين داخلين، رحت رايحه بس انا قلت لهم ايه
اخرك لغايه دلوقتي راحوا الاثنين باصين لبعض. هو احنا لا لو يعني احنا ما كناش متفقين هنيجي معاكي, احنا كنا جايين كده خضيتهم يعني خطفتهم. لا بقول لك ياسمين ورباب الكلام الجليبي ده هعدكم, مش عشان حاجه عشان انا ما كنتش موجوده. ماشي ماشي نعرف هيطلع لي ماتي. ما تدريش هاي حاجه صح, انا مش فاهمه. وخلاص خلصنا الكيكه العصفوره, ايه رايكم؟ حلو. عايزيني اقطعها لكم تشوفوا شكلها ايه من جوه, ايه رايكم؟ اقطعها لكم تشوفوها شكلها ايه من جوه, ولا هتيجي يا رباب تاخديها؟ ردي عليها بسرعه, ردي يا رباب ما تفرجيش عليها الناس. وشي احمر زي ما اكون عامله ميك اب بتاع فلاحين, بس انا والله العظيم من الحر. تسلم ايدك يا يوليا, تسلمي يا رب, ربطي يا روح قلبي. شيماء فهيم يوم يوم نبي وحشتيني يا جيوم, وحشتيني مش مشتي. تعالوا بقى ايه نجيب قطعه من نجيب سكينه نقطعها ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. معلش بس خليني اقرا كده عشان انا ايه خدت حشره عارفيني. مش هتاخر عليكم, اتكلموا مع بعض لغايه ما اجيلكم. ادري شكلها جميل قوي, تعالي يا بيبي ذوقي. نقطعها عشان نشوف شكلها طالع ازاي. هو طبعا المفروض ما تتقطعش داركي بعد ما نعملها, لازم تخش التلاجة شوية تاخد وقتها وتنشف, يعني تتشرب في بعضها علشان تكون متماسكة اكتر شوية من كده. شكلها بعد ما خلصناها اهي, قطعناها شكلها امور ازاي, فعلا كانها كيكه, كانك عامله كيكه ودمها خفيف وكمان مغذيه. انت حاطه للولاد كل حاجه فيها, عارفه اللي هو حاطه تونه, حاطه معناز, حاطه ممكن حتى انت كمان تعملي معناز في البيت, حاطه تونه, حاطه معناز, حاطه بتاع ده هو حتى خضروات, حتى كل حاجة, فاللي هو فيها كل حاجة مش ناقصها حاجة خالص. المرة الجاية most probably I'm not sure بس most probably هعمل لكم كفتة بكل الخضار اللي في الدنيا. الأطفال اللي ما بيحبوش الخضار هيحبوا الكفتة دي ومش هيبقوا عارفين إن جواها خضار, كل الخضار اللي في الدنيا معانا طبعا القرنبيط والبروكلي لان ماليش فيه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في شكلها؟ ايه رايكم يا ولاد؟ ريمو 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 تسلمي لي يا ريمو يا روح قلبي. حلوة؟ هبدل الباسكت الصغنن مش مشكلة.
هايز هوم كوكينج. انا هايا، انا يويا الحلوه. عايزاكم بقى ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وعجبتكم بقى ولا لا. وطبعا بقى انتوا تعملوها بالانجريدينز اللي انتوا عايزينها والديكريشن اللي انتوا عايزينها، وصوروها ودوروها لي عشان ايه نشوف التطبيقات بتاعت الصبايا. من تطبيقات الصبايا طبعا اول واحده هتعملها نونا عشان هي شطوره وعملت التشيز كيك المره اللي فاتت. انا مبسوطه قوي بيكم كالعاده as usual، ودايما بكون مبسوطه بيكم، دايما بكون مبسوطه انا معاكم. يوم الثلاث ده بيبقى بالنسبه لي يوم سعيد، ببقى فرحانه لان انا هشوف اصحابي، رغم ان احنا ما بنبقاش قاعدين مع بعض، ورغم ان ممكن في ناس ما تعرفش بعض وناس ما تعرفش حد وناس ما تعرفش ناس، بس بنتجمع ونهزر ونضحك وبتاع، بنغير مود، بنفرفش شويه. ومرسي كتير ليكم بوجودكم معايا، وجودكم معانا، احنا بنكبر وهنكبر مع بعض. anyway ان شاء الله اشوفكم الثلاث الجاي، وهقول لكم طبق الحلقه هيكون عن ايه ان شاء الله، هبعته لكم في البتاع. هاتي القطط بقى، التونه التونه هبعتها لك صور، هبعتهم لك صور. خلاص اشوفكم ان شاء الله الثلاث الجاي، وهتوحشوني، ولو وحشتكم في وسط الاسبوع كلموني. باي باي.